تمثل لترا واحدا من مجموع أزيد من نصف مليون لتر يتم تصديره سنويا إلى الخارج بقيمة صادرات تفوق مليوني دولار وفق خطة استراتيجية لهذه الشعبة تمضي بها الحكومة إلى تحقيق نحو 5 مليون دولار مع نهاية العام المقبل. احنا المنتوج تاعنا راح لبزاف دول، يعني خدمنا تاني الاكسبورتاسيون، راح لكندا، راح لروسيا، راح لفرنسا عدة مرات، راح لألمانيا، راح لقطر، راح لعمان. تقطف هذه السيدة ثمار شجرة الزيتون بلطف شديد، تتلقى الأشجار هنا الكثير من العناية لتنتج هذه الغلة التي يخرج منها زيت صافي نقي يكاد يضيء. On produit l'huile d'olive de qualité. Alors une autre une partie importante surtout هنا هنا في الجزائر وكاين aussi une quantité لان سوقها في اوروبا خاصة في فرنسا. هذه القوارير تمثل عصارة بكر وعادي ذات جودة فيها يكمن الاعتدال بين الحموضة والكثافة، مواصفات ومقاييس تلتزم بها الدولة لبلوغ مستويات هامة جدا في تقديرات الجودة العالمية. زوج أنواع تاع الزيت، هي النوع الأول هو زيت الزيتون باكر ممتاز وزيت الزيتون باكر، زوج أنواع معروفين في السوق العالمية. كاين لي دول كندا، كاين لا بلجيك، كاين دبي، كاين قطر. ولأن زيت الزيتون الجزائري الأجود على مستوى البحر الأبيض المتوسط، تهدف الاستراتيجية العامة للحكومة إلى بلوغ مستويات تصدير عالية في المستقبل القريب إلى نحو أكثر من 50 دولة.